الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى عن تقديمه ورقة لإعفاء المزارعين من أي فوائد على القروض مع احتمالية إلغاء الموسم الزراعي المقبل. وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي إن تأكيد وزير المائية باحتمالية عدم وجود خطة زراعية للموسم المقبل في ديالى بسبب أزمة الجفاف أثار قلق آلاف المزارعين، خاصة وأن المحافظة لم تشمل بالخطة لموسمين متتاليين، ما أدى إلى ضرر بالغ جدا في البعد الاقتصادي. من جانبهم أشار تجار خضروات وفواكه إلى أن الجفاف في ديالى وعدم وجود أي خطة زراعية للموسم الثاني على التوالي دفع إلى زيادة استيراد الخضروات والفواكه من دول الجوار وخاصة إيران بنسبة تصل إلى 35% في الأشهر الأخيرة. بلغ حجم التبادل التجاري بين محافظات شمال العراق ودول العالم نحو 16 مليار دولار خلال عام 2021. وقال مصطفى شيخ عبد الرحمن رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في كردستان العراق إن التجار يستوردون يوميا من خلال معابر بين محافظات كردستان العراق وإيران وتركيا. وأضاف شيخ عبد الرحمن أن الحجم الأكبر للتبادل التجاري كان مع تركيا وإيران بصورة عامة لمحافظات شمالي العراق، أما بخصوص محافظة السليمانية فكانت مع إيران بصورة أكبر بسبب وجود منافذ حدودية عديدة بين المحافظة وإيران. أعلن اتحاد مصدري الأثاث في اسطنبول أن العراق جاء رابعا كأكبر مستورد للأثاث التركي في عام 2021. وبحسب بيانات الاتحاد التركي فإن إجمالي صادرات القطاع حقق نمواً بنسبة 25% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، وبلغت عائداتها 7 مليارات دولار. وأضاف أن صادرات الأثاث حقق نمواً بنسبة 23.9% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2020، وبلغت عائداتها 4 مليارات و 280 مليون دولار. وأشار إلى أن قائمة البلدان الأكثر استيرادا للأثاث التركي العام الماضي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة، ومن ثم ألمانيا ثانيا وبريطانيا ثالثا والعراق رابعا. نما مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا بنسبة 11% على أساس سنوي خلال شهر تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر ذاتها من عام 2020. جاء ذلك وفق أحدث معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، أشارت إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي شهرياً زاد بنسبة 3.3% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وصعد مؤشر قطاع التعدين والمناجم سنوياً بنسبة 7.5%، والصناعات التحويلية بنسبة 12%، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4% مقارنة بشهر تشرين الثاني من عام 2020. توقع بنك جي بي مورغان الأمريكي ارتفاع أسعار النفط إلى 125 دولارا للبرميل خلال العام الحالي وإلى 150 دولارا العام المقبل عام 2023. وقال البنك في تقرير له إنه يتوقع أن يهبط فائض القطاع والطاقة الإنتاجية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول على مدار عام 2022، وهو ما يزيد مخاطر زيادة حادة في أسعار الخام. وأضاف البنك أنه على افتراض الإنتاج عند الحصص الحالية فإن فائض الطاقة الإنتاجية لدى أوبك سيهبط إلى 4% من مجمل طاقة الإنتاج بحلول الربع الرابع في عام 2022 من 13% في الربع الثالث
من عام 2021. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز بأمان الله.